احنا الان في واحد الوحده ديال التعاونيه التزكنيه الفلاحيه المنخرطه بالشبكه اللي هو مشتل ومستنبت لانتاج واحد المجموعه من الاعشاب الطبيه والعطريه المتواجده بمنطقه تفره وتقليم تيزنيت، وكذلك مستنبت لتجريب واعاده انتاج واحد المجموعه ديال النباتات المستورده من مناطق اخرى وتجريبها على مدى التفاعل ديالها مع مناخ المنطقه والتغير الكرات المناخيه اللي كانت تواجد في منطقه تفروت، خصوصا لان موجات الحراره بالمنطقه كتكون جد عاليه احيانا في الموسم الاصطياف. ولكن بالنسبه لنا احنا هنا كنتواجدوا في واحد التجربه غنيه، تجربه اقليميه اللي هي نموذجيه اللي غادي تجر لنا القافله ديال واحد المجموعه ديال الاعشاب الطبيه التعاونيه العامله في مجال الاعشاب الطبيه في هذا المجال هذا ديال التثمين والتحويل في اعلى مستوى، وكذلك بهذه النموذجيه ديال التدبير التقني المحكم والمعتمد على البحث العلمي والدراسه العلميه والتدبير التقني الجيد. اولا احنا كنتواجدوا في واحد الوحده انتاجيه وواحد التعاونيه اللي هي حاصله على شواهد السلامه الصحيه الغذائيه. طبيعه الحال هذه شواهد السلامه الصحيه ما تسلمتش لهذه الوحده غير هكاك، وانما وفق معايير ومقاييس وواحد المجموعه من الضوابط اللي جعلت الدوله او الجهاز او المصلحه ديال المكتب الوطني للاستشاره المكتب الوطني للسلامه الصحيه انه يسلم هذه الشهاده لهذه الوحده. وبالتالي بالنسبه لنا لصحه المنتوجات النباتيه العطريه على المستوى الصحي او غيره، هادو الناس عندهم اختصاص اللي يمكن يحكموا ويمكن يعطونا النظره الصحيحه على هذا الجانب. بالنسبه لنا احنا منتجين في هذه الوحده ديال التزكنيت وكنعملوه على استخراج وتحويل المواد، وبعد ذلك كاين جوانب اخرى اللي يمكن تعطي صلاحيه الصحه ديال هذا المنتوج من عدمه. والله الناس رجعت للطب البديل ويلا رجعت للاعشاب، لدرجه دابا الحمد لله راه معنا شي دكاتره في جامعه بن الزور وداك الشيء، الحمد لله دابا ولاو كيجيو كيزورونا ومره مره كيعطيونا نصائح وعلى الطريقه باش غادي نبداو نزرعوا والطريقه باش غنبداو نسقيو، والحمد لله حنا غاديين على ذاك الطريق، والحمد لله راه دايرين معاهم دابا غيوليو يصيفطوا لنا الطلبه اللي غيبداو يديروا البحث وداك الشيء باش يجيو يديروا البحوث هنايا. والاستشاره الفلاحيه الحمد لله راه حتى هي دارت معنا غادا دير معنا واحد المدرسه هنايا باش تكون الاطر ديالها ولا الناس ديال المنطقه باش في هذا الشيء ديال زراعه الاعشاب وفي التثمين ديالها. بالعكس الحمد لله كاين الاماكن اللي مشينا جبنا منهم النقلات ما كيصدقوش غير في هذيك المنطقه، والحمد لله كل شيء صادق هنا، حتى الارض ديال هنا مسارحه كما كيقولوا، ما ضربتش بزاف لان الناس شحال هذه ما حرتو داكشي، لان بغاو يديروا دابا البديل ديالهم ديال البديل ديال ديال الزراعه ديال القمح والشعير باش يديروا بالاعشاب، لان القيمه ديال الاعشاب ماشي بحال الشعير الا غيتقام عليه ب 10 دراهم كيشري بجوج دراهم، ماشي بحال الاعشاب الحمد لله كاين سميتو. والحمد لله دابا هذوك لي طراسيت اللي كتشوف فيهم راهم هذوك راه وزاره الفلاحه الحمد لله اللي نجزاتهم، وكان الوزير هنايا ودار التدشين ديالو في الموسم ديال اللوز وراه عطى الاوامر ديالو كاملين هذوك لي طراسيت يتزرعوا اللوز وعشب. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.